ابو شاهين طلعت انت مو هين، يعني انت هسه متواضع وتسولف ويانا. احنا لو نريد نحكي بالله قلت لك تزلزل الارض، انا ما تخليني، يعني اقول لك انا خليني ساكت. يعني انت هسه متواضع وتسولف ويانا. اي انا بنص ربعي وناسي، يعني انا بالله فات كانما هسه انا بالعراق، عرفت شلون؟ حتى لو بالمانيا اسولف ويا الشباب وهذا كانما انا بالعراق. لا يعني انت هسه حتى عندك وجهة نظر مستقبلية بسياسة العالم، مو بسياسة العراق او كذا او المنطقة. حبيبي الدمار يا الوسطاني طقط اصبع حسي يفر الكره الارضيه ينزل كوكب زحل جوه ويصعد الارض فوق، هيك يوصل العالم. اي وصل العالم هيك مرحله. ما شاء الله. قاعد انت قبل ليش انا من جيت للعراق نسد الفيسبوك يومي؟ ليش؟ ماريو ابني خابر قال لي شفت العالم جاي تحكي عليك بالفيس، قلت خلي عاقبهم وسد يومي. ما شاء الله. هاي نعمة الله وحق، هاي نعمة الله نعمة الله وحق، هاي نعمة الله سد الفيسبوك بالعراق يومين بيوم اللي جيت. اي صحيح، اللي سد الفيسبوك ماريو ابني الوسطاني. زين برأيك خابر دوري الأبطال، قلت له بابا عيب ذول عمامك، دوري الأبطال الريال تخسر لو تفوز. قلت له العراقيين عمامك تأدب. قال خلص قال بس اعتقد صيحت علي انت. اي والله صيحت علي خطيه وانهضم والتشافي. ايش قلت له بشرفك مثل لنا التمثيل. الو السلام عليكم، من البدايه اتصلت علي هو دز له رساله. الو فيك اتصال كامل تمثيل. انا كنت قاعد ببغداد بالاعظميه بهذا هذا التليفون، جتنا رساله من ماريو ابني كاتب لي فيسبوك وتم. شلون ايش كاتب لك؟ فيسبوك العلامة الزرقاء وكاتب بصفها تم بالانجليزي. ايه عرفت شلون؟ ايه قال هو بس الفيس متونسين بيه سديته؟ قلت له خابر تعال. قلت له قال ها عم ابو شاهين. قلت له شو صاير؟ قال الفيس انسد بالعراق. قال وانا ابيع احذية على الفيس. الولد مكرم السامع خطيه مسوي بيجي بيع احذية على الفيس وعدته بتقطع. قال انقطع رزقي. قلت له والله وقفت بعيني. قلت له تدري من السده؟ قال من هو؟ قلت له هلا 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 ابو فتيان الحب. ايه قلت له خلص الموضوع يمني. اتصلت على ماريو قلت له لك شاربك يا زينه شلون السده؟ لا لحظه ابو شاهين سولف لنا شلون اتصلت، اريد تمثيل. اني كنت بالاعظميه بسبعة بطل. لا اقصد الو السلام عليكم ماريو شلونك قواك الله، ايش من هذا الموضوع؟ لا ماريو اتصلت عليك قلت لك ماريو دز له رساله ايش قال لي؟ كتب فيسبوك تن. اي اتصلت عليه قلت له ايش بيك ولك ترى شاربك زينه شو مسوي من اللعبه؟ قال بابا بس لا تتعصب ارجوك شفت العالم تحكي عليك بالفيس وسديته يومين. قلت له لا ابني ما يصير. قلت له هسه طلعت بالباب ابو تكتك وعده بيجي بيع احذية على الفيس انت قاطع رزقه، هذول العراقيين قلت له يصيرون عمامك مو غربه. تعصب عاد هو بالروسي قال تي اوه شكرا سبايا ماما مي بنتي هيدي قرات. شنو يعني؟ هورا عواطف كل صوته. شنو يعني؟ قال زلزل الارض هسه عند استعداد اللي يندق بابوه. ما شاء الله هاي نعمة الله وعافية رائد ابو فتن. لا صار الله يخليك اسد شو السالفه ايش باك بيه؟ وصوا هذا خلي يجيب لنا نفرين كباب. الولد خطيه ماتوا من الجو رجع عشان سالفه يمي واليم شبوحي. لا تقصرون يا شباب. شبوح ما شبوح من ذا خلني نخلص يرحم امك هالجوله ذي بو فهد ولا شبوح؟ لا شبوحي بفوفو ما ادري ايش كل يوم طلع لي بشعيه بفضيلك انا رفعت ضغطي. لا كل شيء انا ما ادري انت وياي ولا ضدي ولا ما ادري ولا مع الاسف ولا مع مين. تقدر تشرب عصير. اشرب عصير. عصير عصاره وزلفك عصير اسمع عصير. اللي انا رايح تركيا. وين تروح تركيا وانت شوف ما بعرف تقول عصير؟ ها لا بالله رح تركيا. لا روح راح نروح نغير جو. اي دق علي انت بس لا تنسى قبل لا تروح دق علي. لا والله نروح تجي ويانا غصبا عليك. لا ما بكيفك والله. ما بكيفك والله ما بكيفك هو. اي والله قدام العالم اشوفك ما تجي باب جو.
اجي انا للسعوديه اجي عليك. اي ما اي تعال انت تعال حياك الله. لا بالسعوديه والله صيح، جيبوا لي ابو فهود شبوحه حق. اي اي اقول لك بس يجيبوا لك ايش فيك انت؟ يعني لا عاد تعال وخلص نفسك. شو تعال خلص اي تعال انت بس خلك تعال. خلاص تم. شو شي شو شي؟ اي 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 وين وين؟ اركض اركض ركز في الجوله ركز في الجوله. ده حاكي ربعك حاكيهم هاي الفاصلة قلهم شو اسوي انا؟ ما يعني يشوفوني وش اسوي انا؟ تعبت تعبت من امس انا اقول كبسه شايره وانا نايم اقول كبسه شايره يا باحة من نرجع من تركيا. تركيا هاي حالتك هاي حالتك من نجي من تركيا والله هذا انا؟ عباس نمت؟ انا اوريك يا عيال مع بعض يا عيال مع بعض يا عيال قفلوا الورود يا عيال ورود 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 ما ولا عباس هذا شوف اللايف شفته؟ اخوي وصديقي والله اخوي وصديقي الله يعزك شباب مع بعض مع بعض من القنبره حبيبي ترى تيهنا الجوله والله العظيم تيهنا درباز اي خلك اقعد اقعد خلك قفاز يا شباب قفاز درباز انت الحكم مقبرين يا شباب دربالكم شباب مقبرين دربالكم حبيب قلبي كفو حبيب قلبي جاك القفاز اضرب هسه على القفاز طيارات يا عيون نضرب في القفاز يا عيون نضرب في القفاز نهاية الجولة يا شباب القفاز في خمسة منا نهاية الجولة ترى هم محضرين نفسهم باخر ثواني لا تطوها ابد ابو راشد المزروع حبيب قلبه ابو راشد رحم الله اضرب يا شباب فاصلة يا عيون اضرب 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 نضرب على القفاز يا عيون نضرب على القفاز يا عيون نضرب على القفاز مع بعض يا عيون اضرب يا شباب احلى عيدان حبيب قلبي يا عيدان اضرب تريد اسم شيشو لو شوشي لا شيشو ولا يا ابوي ايش فيك انت شيشو ما شيشوي حبيبي حبيبي فدوى اروح لك عمري لا تروح اقعد مكانك بس اقعد مكانك يا عيال مع بعض مع بعض يا الله يلوع كبدك مع بعض يا عيال مع بعض شيشو 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 انت خلي خلي بالمخ ادلاف ادلاف الله يلوع كبدك يا ادلاف يا ابو ادلاف ذبحتنا حبيبي شيشو لا حبتك القرابه راح منك راح يا يا والله يا عصير برتقال لا هنو عافيه دايت اخوي دايت اي نعم ادلاف أنا ما أدري أنت وياي ولا ضدي ولا اشتابي بالضبط. أشغلتي في حياتي، أشغلتي في حياتي. فدوى لقلبك يا عيدان. حيش يا أختي، لا أدك. إيش فيك أنت يا أبوي؟ فيك جفاف عاطفي، إيش فيك يبا؟ غير صديقي وأحبك. شنو صيفه صديقك يبا تقعد تبوس ما تبوس أنت يبا، شوف لك غير هالصديق يبا. ليش انت يعني هيك جاف؟ شنو شلون تبيني يصير لك؟ شيشو على كيفك اهدأ خليش خلني نخلص الجوله ابي بس هالثواني دي تخلص بس تخلص على خير ليش بيك؟ ايش قاعد تسوي انت مسوى لك شهر؟ ابو فهودي اموت عليك يا الجحفنه موت على زلفك الجحفنه هذا اللي تبي يلا تفضل يلا يلا جولة ناخذها الثانية ناخذها لا تخاف لا بناخذها واضح لا بناخذها ليش جحفلت هم سمعتم هون بس ليش جحفلت يلا راح ناخذ الثانية شو صبري عليك جولة ثول ثول يعني اليوم لعبوا وياك أربع جولات شنو استغفر الله